باتجاه القدس، فما يعتبره مناصرو سياسة الرئيس ترامب موقفاً جريئاً يصفه مسؤولون آخرون وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي بأنه موقف متهور وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة. هذا وشهد عدد من الدول الإسلامية تظاهرات كبرى احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد شهدت العاصمة المصرية القاهرة أيضا تظاهرات غير معتادة في ظل قانون يضع قيودا على التظاهر. شوارع سوريا الضيقة تنتفض ليس مع الأسد أو ضده، ولكن من أجل قضية القدس. اليوم حد جايين لحتى نوقف حتى القدس وحتى القرار اللي طلع ترامب، لأنه القدس إنه مهما شو ما صار حتى نحن لو حتى بعاد عنها. طابع خاص للتظاهرات في بيروت. اللي قام فيه الرئيس الأمريكي هذا مدان ويجب أن يتراجع عن هذا القرار اللي اتخذه، لأنه هذا قرار جائر وهذا قرار دنيء، لأنه السياسة الأمريكية هي لا شك أنه هي عنصرية وبحد ذاتها هي اللي عم بتقوي هذا العدو اللي موجود اللي هو اسمه اسرائيل. على وين يفتحوا لنا الحدود؟ لانه اول الناس نحن ننزل عمليات انتحاريه. الواحد يا بموت بكرامه يا اما بلا هالعيشه، لانه نحن تعالوا 48 ما ضللنا اي حق من قبل ما قلنا حقوق، لا عمل ولا شغل ولا شيء، هيك قضى علينا بالمره. ساحه الجامع الازهر بالقاهره تشهد تظاهرات نادره من نوعها. العاصمة السودانية الخرطوم. ونريد نحن في حزابنا السياسية وقوانا الوطنية أن ندعو إلى الوحدة الداخلية. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. للروح. للروح. للدم. للدم. مفتيك يا قدس. مقديشو للصومال. وهذا ما حدث.